وسام بريدي يهاجم ضيوف رامي الجلال ويصفهم بهذا اللفظ المهين. فتح الإعلامي اللبناني وسام بريدي النار على ضيوف مقلب رامز مجنون رسمي للفنان رامي الجلال من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه. أبدى وسام بريدي استياءه من ضيوف مقلب رامي الجلال، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من رامز مجنون رسمي، حيث وجد أن الفكرة مهينة للضيف بشكل كبير، مما دفعه لاستنكار قبول أي نجم أن يطل على الشاشة بهذه الصورة. وغرد وسام بريدي بكلمات نارية في حق ضيوف مقلب رامي الجلال قائلا: في أبشع وأسخف من برنامج المقالب، والأسخف هما المشاهير اللي بيروحوا يبهدلوا حالهم، هما عارفين بالضرب، اشبعوا وخلي عندكم شوية كرامة. وتابع وسام بريدي تغريدته قائلا: تحية لرامز جلال، مش الحق عليه، هو شاطر لأنه بيعرف إنهم جيعانين وبالفلوس كل شيء بيصير مقبول. وكان رامز جلال فاجأ الجمهور بفكرة مقلب رامز مجنون رسمي الذي يطل به هذا العام في رمضان 2020، حيث أنه لا يعتمد على فكرة بعينها، فهو يوقع بالنجم من خلال الفنانة أروى التي تدعي استضافته في برنامج خاص بها، ثم يتم تقييده في الكرسي، ويظهر رامز جلال في هذه اللحظة ليستلم المشهد من خلال تعذيب الضيف بطريقته الخاصة. ومن ضيوف مقلب رامز مجنون رسمي هم غادة عادل والفنانة نبيلة عبيد وياسمين صبري والفنان محيي إسماعيل والفنان عبد الله بالخير وبوسي وبسمة وغيرهم من نجوم الفن والرياضة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.